رمضان شهر العتق من النار. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. القائل من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فلقد اختص الله عز وجل شهر رمضان المبارك بعطايا ومزايا ليست لغيره من الشهور منها انه شهر الهدايه الذي انزلت فيه الكتب السماويه حيث يقول الحق سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان. وانزل الزبور لثماني عشره خلت من رمضان وانزل القران لاربع عشره خلت من رمضان ومنها انه شهر الدعاء فالدعاء من اعظم الطاعات واجل القربات التي يتقرب بها العبد الى ربه والمتامل في كتاب الله عز وجل يجد ان ايه الدعاء قد توسطت ايات الصيام حيث يقول الحق سبحانه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفي ذلك اشاره الى ان دعاء الصائم ارجى للقبول يقول نبينا صلى الله عليه واله وسلم للصائم دعوه لا ترد ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حين يفطر ودعوه المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لانصرنك ولو بعد حين ولعل من اهم هذه الخصائص ان الله عز وجل قد جعل رمضان شهر العتق من النار حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سفضت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار ويقول صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليله والمقصود بالعتق من النار ان من من الله عز وجل عليه بهذه المنقبه العظيمه والنعمه الجليله لن يدخل النار ابدا. فالصوم احد ابواب الخير وخصاله التي تقي العبد من عذاب النار حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم جنه اي وقايه. يستجن بها العبد من النار ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فلما رايته خليا قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال لقد سالتني عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنه والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار كما ان الصوم هو احد الشفعاء الذين يقبل الله عز وجل شفاعتهم يوم القيامه حيث يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. كما أن الصوم سبب من أسباب المغفرة، وطريق من طرق الجنة، فلقد وعد الحق سبحانه عباده الصائمين بالمغفرة والأجر العظيم، قال تعالى: <سؤال> <سسؤال> إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل إن هناك ليلة واحدة من رزق إحياءها بالقيام والقرآن والدعاء ووفق لطاعة الله عز وجل فيها غفر الذنوب وهي ليلة القدر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي بيان أن الصوم طريق من طرق الجنة يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها اعدها الله لمن اطعم الطعام والان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال يوما من اصبح اليوم منكم صائما قال ابو بكر انا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا قال من شهد منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا قال من اطعم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم الا دخل الجنه ولما جاء ابو امامه الباهلي رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله يا رسول الله مرني بعمل ادخل به الجنه فقال عليك بالصوم فانه لا مثل له ان الصوم سر بين العبد وربه لا يطلع على حقيقته احد فالصائم قد يخلو بنفسه ولا يراه احد الا الله عز وجل وبامكانه ان يتناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يفعل لانه يعلم علم اليقين ان له ربا يطلع عليه في امره كله فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبه في ثوابه وثقه في معيه الله سبحانه يقول الحق سبحانه الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم والصوم من العبادات التي شرفها الله تعالى بنسبتها لنفسه، وجعل جزاءها له سبحانه، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، وفي روايه كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به لذلك يقول اهل العلم كفى بقوله سبحانه الصوم لي فضلا له على سائر العبادات وقيل ان سبب هذه الاضافه ان الصيام لم يعبد به غير الله تعالى فالصوم عباده خالصه لله لا يدخلها الرياء وقيل انه احب العبادات الى الله عز وجل فالصائم دائم المراقبه لربه سبحانه حريص على ان يغتنم هذا الشهر المبارك فيعرض نفسه لنفحات الله تعالى فيه رجاء ان يكون من عتقاء الله تعالى من النار اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خاتم أنبيائه ورسله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، إخوة الإسلام، إن الصيام الذي يكون سببا للعتق من النار هو الصيام الذي يمنع صاحبه من كل سلوك سيء، يحول بينه وبين المعاصي، ويحقق له التقوى التي هي غاية الصيام وثمرته، فلا يأكل الحرام ولا يخوض في الأعراض، ولا يغتاب احدا ولا يمشي بالنميمه بين الناس ولا يشهد الزور ولا يقول الا ما يرضي الله عز وجل ولا يرد السيئه بمثلها انما يدفعها بالتي هي احسن متخلقا باخلاق الصائمين قال تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقال سبحانه والذين هم عن اللغو معرضون وقال جل شأنه ادفع بالتي هي احسن السيئه وقال صلى الله عليه وسلم والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليكل إن امرؤ صائم وقال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث وإن من أسباب العتق من النار أن يذب المسلم عن عرض أخيه الغائب قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن لحم اخيه بالغيبه كان حقا على الله تعالى ان يعتقه من النار ان الصائم الحق الذي ينتفع باجر الصوم هو الذي يظهر اثر صيامه في سلوكه وتعامله مع الناس حيث ان الصيام يعوض صاحبه على الامساك بزمام نفسه والسيطره عليها وضبطها حتى تبلغ ما فيه خيرها وسعادتها في الدنيا والاخره فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربي فاذا اطلق المرء لنفسه عنانها اوقعته في المهالك واذا ملك امرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها الى اعلى المراتب واسنى المطالب وهذا لا يتحقق الا لمن صام صوما حقيقيا مستشعرا عظمه ربه بذلك وقد صام بطنه وفرجه ولسانه وجميع جوارحه عن كل ما حرم الله عز وجل كما ان الصائم الحق هو من يحسن عمله ويخلصه لربه وينشغل بقبوله فهذا خليل الرحمن سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام يسال ربه القبول وهو يؤدي عملا جليلا امره الله عز وجل به الا وهو بناء الكعبه المشرفه وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وكان سيدنا علي رضي الله عنه يقول كونوا لقبول العمل اشد اهتماما منكم بالعمل الم تسمعوا قول الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين